تفاصيل أكثر مشاهدينا مع دكتورة دعوة الأحدب، مديرة مركز المستشارة للصحة النفسية والمشرفة على حملة ساند لتقديم العلاج النفسي المجاني لضحايا الحرب في غزة. هي معنا في الاستوديو. أسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكم. فكرة رائعة، بسطنا كثير للأمانة وقت سمعنا عن هاي الحملة. تشرحينا عنها أكثر، تخبرينا عنها أكثر، كيف إجت الفكرة ومين كان المبادر لهاي الفكرة؟ الله يبارك فيكم، وجهد مشكور انه تكونوا معنا، وان شاء الله بتكونوا احد الداعمين لهي الفكره، لان هي فكره حقيقه اجتماعيه واسعه. اجت الفكره بعد حرب غزه بالشهر الثاني اتوقع، يعني شفت مسؤول الصحه النفسيه، مسؤول الصحه مو النفسيه، الصحه بشكل عام بغزه، كان عنده مؤتمر وعلى التلفزيون عم يقول نحن عندنا 500,000 مضطرب نفسيا. يعني هاي بالشهر الثاني، فما بالك الآن بالشهر الثاني. الأذى النفسي كتير كبير. فسبحان الله، نحن كوننا ندير مركز فيه أكثر من 25 أخصائية نفسية وطبيبة نفسية، يعني هذا كان مثل رسالة إن نحن على ثغر وعلينا أن نقوم بهذا الثغر. فاجتمعنا بالطاقم وقال نحن جاهزين. طيب حن نعمل وحدنا أم نناشد الأخوة؟ أن إحنا كان لنا تجربة سابقة، استجابة سريعة يوم زلزال تركيا سوريا، والحمد لله رب العالمين، وكانت الاستجابة يعني مميزة على هذا المستوى. فلنا تجربة، فليش ما نعيدها؟ فأعلننا نحن سنقوم بإعداد وتدريب المختصين النفسيين ما بين أطباء ومعالجين وعاملين بالحقل النفسي بإعطاء تقنيات علاج اضطراب ما بعد الصدمة، البي تي اس دي بسموه اضطراب الهول. 40 ساعة تدريبية مقابل انه يقدموا جلسات مجانية يعني بغزة او حتى السودان، كانت ايام السودان. صحيح. او بسوريا، يعني المتضررين من الحروب. ما شاء الله، يعني لا تتخيلوا كمية المعالجين النفسيين حول العالم اللي تقدموا لهذا الموضوع. جميل. وكان أقل شيء ما بين 50 إلى 100 جلسة، يعني مقابل، يعني ما أنه على ساعات طويلة، ساعات كثيرة. طويلة على مدى من 4 إلى 6 شهور يقدموها. فالحمد لله ربنا، لدرجة يعني من كثرة الإقبال أغلقنا رابط التسجيل. هاي بدي أسألك دكتورة، كيف آلية عمل الحملة؟ يعني كيف تصلون إلى الحالات المحتاجة؟ الحملة هي عبارة عن جزئين، جزء تدريبي أكاديمي وجزء أو يعني جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري أنهينا هذا الشهر، أنهينا أخذ 4 شهور بالتدريب، تقنيات تخصصية عملنا، وعملنا مستويات، مستوى المختصين من الأطباء النفسيين ومستوى المعالجين، ومستوى 2 للعاملين في الحقل النفسي، مرشد نفسي، داعم نفسي، مسعف نفسي. هذول عادة بيكونوا غير مختصين لكن عاملين بالحقل النفسي، عندهم خبرات، عندهم قدرة على تقديم يد العون لكن غير مختصين. فعملناها على مرحلتين، فالجزء الأكاديمي النظري انتهينا منه ولله الحمد، وشاركنا بهذا الموضوع جامعتين، أكاديمية بشك شهير باسطنبول، وجامعة صباح الدين زعيم اللي هي مرخصة من التعليم العالي، حتى الشهادة منها 40 ساعة تدريبية تنزل على الإي دولة، يعني بختم ليزري. فالحمد لله رب العالمين، يعني كان برنامج متكامل. الجزء الثاني اللي هو العملي، يعني الآن دربنا أنفسنا وصرنا مستعدين. الجزء العملي الآن اللي هو مبدئيا بغزة، غزة غير مستعدة حاليا لأنه العمل أونلاين، في عبر تواصلنا بنقاط بمراكز نفسية يقول يعني مو سهل التواصل مع المستفيدين. فبدأنا باللي طلعوا برا غزة حول العالم، شو بتعرفوا انه في جزء منهم طلع على دول الخليج، على تركيا، على مصر، على اوروبا، فبدانا فيهم. فهن اعدادهم مو كثيره، بس ان شاء الله يعني نحن جاهزين الان، اعددنا اكثر من 1700 شخص اختصاصي نفسي، ما بين اختصاصي ومعالج، بانتظار ان شاء الله الله يفرج عليهم قريبا عند فتح الخط يكونوا هنا جاهزين. هو عاده يعني الاضطرابات ما بعد الصدمه تاخذ وقت، يعني لحتى تظهر بعد. مزبوط هو اللي بارض الواقع بيكون اسعاف نفسي الان. نحن حقيقه اخذين دور اكبر من الاسعاف النفسي، اخذين دور العلاج. ممكن يستمر مع المرضى اذا بدنا نسميهم،
لفترة طويلة، يعني مو بس نعالج اضطرابات مع بعض الصدمة، ممكن إنه لحالات اللي بدها علاجات طويلة تكملوا معها. وإذا تقريبا كي تعطينا عدد للمستفيدين لليوم، لأمتى ممكن تستمر؟ هلأ إمتى تستمر؟ نحن عم نقول يبدأ من 4 شهور إلى سنة. خطتنا الواضعينا ما بين 4 شهور إلى سنة. يعني شوفي ما زال يعني عندنا هذا العدد، يعني يمكن اليوم سجل شيء 10، يعني العدد في تزايد بتزايد. أي والله. فيعني نتوقع إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، يعني اللي وجدناه من المختصين رغبة شديدة بتقديم يد العون. لا هي الفكرة أنه يد العون مجانا طبعا، تطوعا. أي والله. والحالات اللي أخذناها اللي بالخارج لا تعتبر حالات كثيرة، لأنه حقيقة عم نحاول قدر الإمكان نركز، يعني نخلي العمل يكون بالداخل. نحن نرجو الله، يعني حقيقة ما توقعنا تبقى لا 8 شهور. صحيح يعني استمرت وطالت، هي أطول حرب مرقت على قطاع غزة. طيب من خلال الحالات التي عالجتوها اللي هن طلعوا من غزة، شو أكثر المشاكل النفسية اللي واجهتوها؟ هلأ نحن جعلنا شغلنا بنوع معين، يعني ما فتحنا كل أبواب العلاج. اضطراب ما بعد الصدمة، يعني لا ثنائي القطب ولا وسواس قهري ولا شيء. هذا الاضطراب اللي إنه خلينا متخصصين فيه، لأنه هو بيكون عادة يعني قد يكون إنسان عنده استعداد غيره، لكن حقيقة حتى الإنسان الطبيعي اللي بيمر بهذا هي أكثر شيء الفقد حقيقة. هلأ في عدة أشياء مزعجة، لكن فقد وخاصة فقد أعداد كذا شخص من العائلة تماما. ورؤية هذا الفقد أمامك، يعني وقت اللي بيكون طفل صغير عم نعالج، مثلا طفل صغير بيقعد الصبح عاضد حاله والدم عم يجري منه وهو ما حاسس أثناء نومه عم يعض حاله من بيقعد الصبح بيلاقي ايديه دماية. شو السبب؟ السبب انه فقد 6 من عائلته، ابوه وامه واخواته، يعني مناظر مأساوية جدا في قصص مأساوية حقيقة، يعني الله يعينه. فكون معالج اخصائي، يعني في داعم نفسي اللي هو مثلا القريب ممكن يصبر، لكن في اشياء ما بيمشي الحال اذا ما تعرضت لعلاج علاج من مختصين. قد بيحتاج علاج دوائي، علاج شو خطة العلاج بتكون بهذه الحالة؟ وقديت لازم تستمر كوقت؟ على حسب الحالة، تستمر حسب الحالة. في حالات مثلا ممكن خلال شهر، شهر ونص، 6 جلسات، 8 جلسات تنتهي، حسب الحالة، حسب شدتها، حسب تعاون الشخص نفسه، حسب البيئة الداعمة. يعني وقت اللي بيكون شخص مثلا الام حواليها اولادها داعمه، غير وقت اللي بتكون الام فاقده اولادها وما حواليها حدا. اجت مثلا عندنا حاله بقطر لوحدها، يعني حتى ما في بيئه داعمه، يعني حتى بتقول لك حواليه غرباء ليسوا ك طبعا. صحيح. فهذا كله بيساعد بعملية الشفاء. نحن عم نشوف اليوم على السوشيال ميديا تواصل أحيان بيكون بسيط اليوم مع أهالي غزة، من خلال تواصلكم مع استشاريين موجودين هنا، كيف عم بيقيموا الوضع، حالة المرضى خصوصي اضطرابات ما بعد الصدمة قد عم بتكون شدتها؟ والله ترى يعني ما فيك تقولي والله، وهذا اللي فوجئنا فيه قياسا، يعني عادة نحن كمان ندرس بالكتب أو أدرس عادة طلابي، في عنا معايير ثابتة حقيقة بغزة كسروا المعايير. يعني مثلا هاي المجموعة 100 شخص تعرض لهاي الأزمة، قد تكون نسبة مثلا المضطربين هاي النسبة، يعني نحن عندنا 70-20-10، 70 مثلا إذا إجا زلزال على منطقة كله متأثر، 70% بيطلع لحاله بتعالج لوحده صدمة انزعج ونحن شفناها تماما. بدي أسألك هذا السؤال، إنه ليش بتختلف من شخص لآخر؟ 20 بدهم عندهم اضطراب، يعني بدهم مساعدة. 10 اللي بيوصل لمرحلة المرضية. بغزة هلأ نحن ما بنقدر نقول والله قولا واحدا او قول فصل، هي عباره عن ملاحظات، لانه الوضع ما وضع دراسه ميدانيه، ونحن ان شاء الله عم نشتغل على دراسات ميدانيه بهذا الموضوع. النسبه اعلى،
يعني الملاحظة اللي عم تجينا الفيدباك من الداخل إنه الصبر، التصبير بعضهم البعض، وجود البدائل، هن أبدعوا بإيجاد بدائل تنفيسية عنهم. نسبة الإيمان كمان عالية جدا بيلعب دور بهذا الموضوع. صح. كونه صح. حتى كونه إنه معرفة الهدف من أول، إحنا عارفانين ليش. صح. يعني إنه ما بيعرفوا إنه هن ما عم يقول عدو، ما بنعرف ليش، نحن عارفانين مهيئين. أمر الآخر، التنشئة الاجتماعية كتير له دور. يعني أنا وقت ما منشأ أولادي على أنه نحن بهذه الأرض، أرض رباط، أرض جهاد، ما بنعرف متى سيكون، والنهاية أنا بعرفها. يعني شفتوا حتى الأطفال الفيديوهات اللي تصلنا، رايحوا على الجنة، سبقونا على الجنة. يعني هو مربى منشأ بمدرسته وبيته ومسجده على أنه نحن رايحين على الجنة، ناس سبقت وناس لاحقة. فهي التربية كلها بتساعد بتحمل الصبر. الاعتياد له علاقة أيضا بالموضوع نوعا ما. اعتدنا نوعاً مثلا ما. احنا اليوم الفترة. على الأزمات، على الحرب، على الفقد، هو المرونة النفسية اللي بتصير عندهم أنه بعد فترة، يعني حتى مثلا الصدمة بالشهر الأول الآن أضعف منا بشهر 8، يعني اللي تعرضوا للصدمة. يعني هلأ نحن الله يقويهم يا رب، نزحنا للمرة العاشرة. المرة العاشرة مو مثل المرة الأولى، أو الكل بيكون صعبة بعدين نزح، واللي بيخفف عليهم مثل ما قلنا دعم بعضهم البعض. هنا مجتمع متكاتف، يعني متكاتف. يعني حتى أنتم الملاحظة عادة إذا وقعت مصيبة، دائما شفناها بالزلزال، شفناها بأماكن أخرى، بصير اللوم على الآخر. ما كانوا مستعدين، خلونا بالأزمة لوحدنا، ليش اجتهدوا وعملوا. لاحظوا الآن حتى ممكن قد يكون عندهم بعض القناعات إنه اللي عم ينقوم صح أو غلط، ولكن هن كونهم متكاتفين مع بعض الآن ليس وقت تحليل القضية أو لوم آخر. الآن صح. ليس بوقت، يعني حتى في حال حدا حاول يحكي الآخر بيسكته. الآن ليس بوقت محاسبة وليس بوقت لو. نحن السوريين عشنا جزء من هذا الشيء. الأمان الموت بالنسبة لنا قبل 10 سنوات لا يشبه اليوم أبدا، بكل الكوارث اللي مرينا فيها، وزاد عليها أساسا كورونا بعد 2019-2020. دكتورة، هل ما زال باب مفتوح للتطوع؟ الباب مفتوح، وموجود موجود الفورم للتعبئه اللي بيحب. ونحن بناء على هلا نحن على منصات السوشيال ميديا تبعنا كلها، المستشاره، وحتى عم ينتقل على، بس يدخلوا على المستشاره سواء الفيسبوك، الانستا، الاكس، يعني كله موجود. مشكوره جهودكم كثير، انبسطنا بوجودك معنا. تحية لكل الطاقم وكل الأطباء، سواء كانوا عم يسمعونا أو ما عم يسمعونا، اللي شاركوا بهي الحملة. الدكتورة دعوة الأحدب، مديرة مركز المستشارة للصحة النفسية والمشرفة على حملة ساند لتقديم العلاج النفسي المجاني لضحايا الحرب في غزة. شكرا لوجودك معنا دكتور. نهارك سعيد. شكرا.